سلام البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى انكم تكونوا كلكم على خير وبخير، ومرحبا بكم معايا في فيديو جديد ان شاء الله. ونعود لكم البنات، قبل ما نجلس نصور لكم هذا الفيديو، واحد سكرافيس صنعها انا باغي الله. بغيت غنعاود لكم بحال الخبيره. المهم غادي تصبروا لهاد المقدمه وافخا غنكمل معكم لا فيديو. المهم اختي دارت ريزرفاسيون لينا لواحد الفيلا. نورمالمون هي ديجا كانت شداتها هي وماما وراجلها، وقالت لي بلي فيلا كبيره وكل واحد غادي يكون عنده زعما لا شومبر ديالو وزوينه، بيسين كبير. المهم بارفي، وراتني لي فيديو تصاور. قلت لها اوكي داكور سي بيان، غنمشيو غندوزو فيها واحد 2-3 جوغ. معليناش، زكات مسير قطعت مع غير الهضره، بويسكو ما درناش حنا ريزرفاسيون بوكينغ ولا ماشي سيت، يعني غير السيد ديجا شدات عندو الفيلا. الوغ هضرات معاه، قالت ليه فوالا غدا غنجيو فهاد الوقيته. هي هذيك مشينا عيطنا للشافور، شدينا الطريق، خرجنا على مراكش تقريبا. شحال ديال الوقت باش خرجنا على مراكش انا؟ شي 35 دقيقه ولا 40 دقيقه. المهم خرجنا شي 40 دقيقه بحال هكاك على مراكش، وكاينه عندنا نورمالمون خالتي هي وبنتها، يعني شوف الشوارع اللي غنتسوقو. المهم انا خالتي هي وبنتها وماما والدراري خرجنا وجدنا كلشي اللي خاصنا، بويسكو هي ديك البلاصه زعما بعيده، رغم ما يمكنش لينا كل خطره نخرجو نتقداو داكشي اللي خاصنا. مشينا المهم جبنا الماكله اللي خاصنا، جبنا اللحم والدجاج، المهم كلشي اللي خاصنا دو ا زد، ومشينا. توصلنا لتما كنهضروا هكذا مع السيد باش يجي لعندنا، ما كاينش، ما كيجاوبناش. المهم بقينا شحال وحنا واقفين كنتسناو كنتسناو كنتسناو، والو ما كيجاوبناش. بوغ فينير فاش جاوبنا ويقول لنا نو صافي، راه انا زعما ديك الفيلا راه دوزتها لشي ناس اخرين، صافي ما كايناش، صافي ايوا نطحوا راسكم على الحيط، صافي يعني قلت لكم يعني تخيلوا مشينا حتى لتما، بقينا واقفين كنتسناو وما عرفتش شحال وشحال وحنا كنعيطوا ليه وتكرا فيصا. وفي الاخر قال لينا لا زعما احنا دوزتها لشي وحدين اخرين، بوز كنتوما ما عطيتوش فيها العربون، الوغ ما كنتش سيغ بانكم غادي تشيو، كاين بزاف الناس غادي كيخويو بكم كيخويو زعما بينا وهذا، الوغ صافي دوزتها لناس اخرين. ايوا صافي. المهم بقينا واقفين شحال تما كنقلبوا على شي فيلا اخرى كندخلوها هكذا لي سيت، ولا كنعيط على الناس اللي ديجا شدينا عندهم شحال من خطره اختي نفس الشكل. ايوا بوغ فيني هضرنا 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 ورجعنا لنفس الفيلا اللي كنا شدينا ديك الخطره، راه كنت ديجا صورتها معاكم. المهم من الخير ما عرفتيش، هذيك ما كانتش مكتب لينا فيها الخير، ولكن تكرفصنا الناس، تكرفصنا ديك الطريق اللي ضربنا. وفاش كيقولوا لينا شي فاش كنعطونا شي بلاصه اخرى ديال شي فيلا اخرى كنمشيو، وثاني كنشدوا الطريق حتى لديك البلاصه، وفي الاخر ما كان والو، رجعنا غير لحدانا ديك الدوره كامله وداك الشيء، وفي الاخر رجعنا غير لحدانا. ما عرفتش نضرب لي يدي. المهم هادشي اللي كاين، خليكم معكم على ديال لا فيديو، جيسبر تعجبكم، جيسبر ما كنتش طولت عليكم في المقدمة. كنقول لكم يفو فيغ اتونسيون بارفوا سي مي كتدوزو لي ريزرفاسيون بار لي سيت، ماشي غير تكونفيرميو هكذا غير مع الناس غير بالهضره، كاين الناس اللي ما عندهمش الكلمه، مي السيت غتكوني 100% غادي توريو لي ريزرفاسيون ديالك، سواء كتكوني ديجا درتي بايمون، سواء كاع الا كنتي غديري بايمون سور بلاس او موا راه غادي تقولي ليهم فوالا راه عندك واحد البروف بانك راه درتي اون ريزرفاسيون بار انترنيت. ايوا فوالا نتوما كملوا معايا لا فيديو ان شاء الله يعجبكم. شباب الناس ولينا شدينا نفس ديك الفيلا اللي كنا فيها هذيك الخطره. هم بخخيش عيان وي هنا وي وفات كوا اون ايماجين لي بوي سي دي جون كلك راني كنتخيلوا هاد لي بوي راهم بنادم. ايسي اون ا ديجا في ان فيديو لا وي صافي. دخلنا بنات هنا المقديه، حطينا داكشي في الثلاجه في بلاصتو، كل حاجه حطيناها في بلاصتها. المهم ماما تشبحات انا ياس، وقت قلت لكم اليوم تسخسخنا واحد التسخسيخه ما يمكنش تطيح لكم على البال. البنات اول حاجه غنديروها هنا هي غنطيبوا الماكله، لحقاش ديجا مشى الحال، ودابا وصلت تقريبا شي 4 ديال العشيه، حنا باقي ما مغديناش من الفطور. اختي وراجلها جاونيش المنظر انهم مازال كاع ما فاطرينش بسبب ديك النشره اللي تنشرنا في الزنقه، ما كلينا حتى شي حاجه. معاونين اختي كتصاوب صالات واش اختي مونسنا ما نسناش مسكين كيقعد تريت، وانا غندير صوصات ما فيها ما يبقاش خضره ولا شي حاجه، برك انا طيب لهم الصوصات. وماما وخالتي وبنت خالتي جالسين هما في الصالون، وبخاخيش كي امو ما عرفتش حنا واش بقينا غير الصالون. المهم ديري هنايا الصوصات كراده كراده. انا شنو عطيتك؟ انا صوتك كتلحق الزيت.
خاصك ندير شويه الماء، ندير شويه الماء. وين واش تقليه؟ ايه خمسة بنات زيت راه ما كيطيبش هكا الصوصات. وكدير لي شويه الماء وشويه الزيت ويلي. شنو درتي دابا هنايا؟ ما هو الزيت. والله إلا الزيت باش غنطيبو. باش غنطيبو في الماء بوحدو. كتحطي الصوصات بوحدو شفتي القيطة د الزيت اللي كديري. وراه القيطة د الزيت. شتيها معلقة كبيرة. كاس كبير هذا. كنتلاهو قدام عباد الله. نزيد لها غير شويه الماء. شوف راسك راه ديما القله اللي كاينه كبيره. شوف راسك كيبدا دابا ما كنقلبش على ما عندناش دابا غير ما حاش قلبي حتى تقدري تخير. زيد غادي دير الماء والزيت. واش كيبان ليكم هادشي وما كيبانش ليكم؟ حنا ديال الزبد ديال مطيشة هنايا كطرطق. نعم هاد بنادم فيها حتى كيطيبو الناس. لا ما تهضر حيد عليا في الزمر. حركتو حركتو انتو. هادي شوفي ما عرفت مالو كلها تحرقات. ما انا صافي طيبوه ساعه وحدكم صافي. درتي المقدمه صافي درتي المقدمه درتي الارض صورتي فلوس اليوتيوب بارك عليك سيري بلا ما طيب. المهم صغير كاش من فلوس اليوتيوب والله تحرقت يدي كلها امرات لي بالطاش ديال الزيت. اش كتقولي حميد؟ والو والو شكون قال لك والو؟ سميتو حميد انايا قلت لكم سميتو. المهم غنمشي نتقاتل مع داك الصوص الطيب باش ما يسحبوش. واش انايا كنتسنى عليهم هما يطيبوا لي الماكله باش عاد ناكل. عرفتي وجهي كيداير كيخلع بحق الله. البنات من بعد ما تغدينا طلعت لي بيدي ديالي حتى كنت غندير الناس زعما شويه وابخي وانا نفكر بانها حيت هاد الفيلا كما قلت لكم كنا شادين وانا نفكر بان فيها حمام وهاد الخطره الحمامات سادين الوغ قلت له كازيون جامي غادي ندخل غادي نسد هنا في الحمام وغنضربها باحسن تحمحيم. ايوا هادشي اللي كاين هادشي اللي غندير ابخي من فيديو وانا مورا باش تغدينا نتوما. نشوف الحميم بصراحه زوين كافي واسي كاين الما سخون كاين كلشي نورمالمون ميم باش الدوشي كاين هنا فين الدوشي ولكن انا غنمشي نجلس حداها تما غادي نسيقو بعدا وغنضربو بواحد الغسيله ما كاينش بحال هكا كاين هكا غير في السطح. من هنا كندوز من داك الباب ندوز للناموسيه ومن هاد الباب كاين هنا الدوش هاد الجهه ثاني ندوز لبيت الناس اللي اصلا مرون فوالا. ماشي بوختي كتوجد لينا عشية دايره هنا بطاطا كطيب كتسلق ودايره هنا خيز وكرطاس دايره هنا باربا وجدات هنايا كوتليت وجدات هنايا الفلفله اللوبيا هنايا صرملات واحد جوج ديال الدجاجات باش غدير الشوا ومتديش على هاد الروينه الموسيقى طارقين عليها ما عندنا ما نديرو. وهنا طوميطو والفلفله وداك ونسيتو داكشي باش قادو هي اللي قادت لينا مسكينه معذبه وهي اللي تسخرات وهي اللي جات كتجمع ديري لي خطاك هو هي البرميسيل. شوف اش تقول اختي ما حدكاش لعيتك الصحه منال زعما ومتقله وداكشي ولكن حاضره نظره في الاخر غنوريكم. وما الا نشارك معكم ديك الشرموله اللي دارت زوينه ملي جبت لينا. واش درتي شرموله قربي باش تسمع الصوص دار شرموله زوينه. المهم شتا انا درت فيها الموطارد ودرت فيها ياغورت طبيعي وموطارد وشكل عطريه بزار وتحميره وسكينجبير ومليحه وواحد كلور درتها شرموله زوينه كديرها للدجاج كتجي بنينه فوالا. من بعد هادشي غادي يدار غير في الشوايه جابت معاها الفخريه ورجلها غادي يديروا هادشي في الشوايه هو داك الكوتليت اللي تسمى. شوف شوف الكيزه هذا كبير ان شاء الله تتسالي ونجمع شوفوا الموسيقى.
صافي بالنسبه ليا وجدات كما قلت لكم ديك الخضيره دارتها هكا دايره هنا سلطه وهنايا دوك الدجاجات اللي ورتكم قبيله شرملات هنايا قدات زقلوك بالفلفله وبالدنجال هنا صافي كوتليطه بخبيز بغا نمشي نحطها شي فوق الطبله ومن هنا غادي يكون وجد العشاء ديالنا كبيدات كيتعشينا زمانا شويه الدنيا طلعت لينا نعس حدايا باين كاين ناس حدا ماما هاد الايامات هما نعس فواحد لاشوم اخرى شوفو ميميشا هاد البيجامه اللي لابسه لينا شريتها لها في الاحباس الباع والله يلبى 20 درهم بيجامه د 20 درهم زوين صراحه التوب ديالو عجبتني التلوين ديالها جماعه ولا البنات نحبس معكم الفيديو هنا ما دورتش الكاميرا وهضر معكم حقاش ما لبست شريتي لايبه ما دايرهش الدره ديالي وسخو الحال بغيت نطلق كلمه باش ما تبردش ميميش تصبحوا على خير بونوي تهلا فيديو جاي ان شاء الله.